نفتخروا بالمؤسسات ديالنا، نفتخروا بالجمهور العامة ديالنا. الجمع العام مر في ظروف ديمقراطية شفافة، انتقال السلطات ما بين المكتب السابق والمكتب المقبل، ما بين شخصي وما بين سي عز بدراوي، تم في واحد الأجواء سلسة وذكية. لماذا؟ لمصلحة الفرقة. ملي الإنسان كيوصل للمستوى وكيشوف على أن الأمور ما غاديش في اتجاه اللي غادي لمصلحة الفرقة، ما يمكن إلا نتعبؤوا ونجندوا لمصلحة الفرقة. ما يمكنناش نغلبوا المصلحة الشخصية ولا الآن الشخصي على المصلحة للفريق وعلى المحيط العام للفريق. الجمع العام مر في أجواء مثالية، من أجواء مسؤولة. أحيي جميع المنخرطات ومنخرطين ديال النادي. أتمنى التوفيق للسي عز البدراوي والفريق ديالو، المكتب المديري الجديد. تعهدت شخصيا أمامه وأمامكم وأمام الجمهور على أنني نساعدوا ونواكبوا في جميع المشاريع اللي قدمت للجمهور الكريم باش إن شاء الله نحقوها ويتم التفعيل ديالها. وآخر خطوة ديالي هو نمشي دابا لعند الفريق باش نسلم على اللعابة ونزيدوا نحفزوهم، لأن خصنا ولا بدربوا هذا الديربي هذا باش إن شاء الله نمشوا نحقوا اللقب بحول الله. وأتمنى التوفيق للنادي ديالنا، نادي القلب ونادي العقل، وديما رجل.